هلا هذا من اهم احد اهم الباور كومبوننتس اللي مستعمله في الباور الكترونكس اللي هي الاس سي ار. الاسم الصحيح لها هو اس سي ار سيليكون كنترول ريكتيفاير. العائله كلها اللي فيها الثيرستر والترايك والدايك وهي الاشياء الثانيه اسمها ثيرسترز، بس شاعت بين الناس انهم يسموا هذا ثيرستر. الرمز تبعهم هون في عندي كنترول تيرمينال زي ما كان عندي بيس في البي جي تي، في عندي هون كنترول تيرمينال اسمه الجيت، وبعدين عندي انذر تيرمينال اللي هم الانود والكاثود. هذا اسمه الاسم الصحيح اللي هو سيليكون كنترول ريكتيفاير، لكن شاع انه نسميه ثيرستر. الثيرستر ممكن افكر فيه كانه عباره عن تو بي جي تيز. خلينا نشوف لو بدنا نبني سيركت فيها تو بي جي تي. بي جي تي اختصار لايش؟ فراح اخذ 2 بي جي تيز، واحد بي ان بي واخذه هون، وراح اخذ خليني ارسم هذا بالعكس، اذا راح اخذ اول بي جي تي هذا بي ام بي، وراح اخذ بي جي تي ثاني وهذا راح اخذه ام بي. والان اللي راح اعمله كمان هذا اللي لازم اعكسه، راح اخذ البيس تبعت هذا الترانزستور اشبكها في الكوليكتر تبع هذا، والكوليكتر راح اشبكه مع البيس تبعت هذا الترانزستور من هون. خلينا الان نشوف شو بصير بهذا الترانزستور. في البدايه اذا ما فيش عندي اي شيء عليه، في فولتج بين هاي النقطه وهاي النقطه، بس ما فيش كرنت ماشي، هذا الترانزستور راح يكون اوف، لانه في شيء عندي يعمل سويتشنج اون لهذا الترانزستور الموجود هون. في ليكج كارنت بسيط، بس الليكج كارنت البسيط اللي بمر هون مش كافي انه يشغل هذا الترانزستور ومرر الكارنت كافي في البيس. ونفس الشيء هون في ليكج كارنت بسيط، ليكج يعني عم بصير تسرب عندي، لانه الا الترانزستور حتى الترانزستور هو في الاوف ستيت في له ليكج كارنت. لو بدي اعرف هذا الليكج كارنت وين بروح؟ وين بفتش؟ قديش قيمة هذا الليكج كرنت؟ داتا شيت. في الداتا شيت دائما الداتا شيت هي المرجع لنا اللي بنرجع له. هلا لو جيت انا هون حطيت بين هاي النقطة وهاي النقطة حطيت بيس كرنت، هذا اي بس سمي هذا تي 2 سمي هذا تي 1، هذا طبعا بي ام بي وهذا ان بي ان، هاي الكوليكتر تبعت هذا الايميتر وهاي البيس، هاي الكوليكتر هاي الايميتر وهاي البيس. لو جيت مررت اي بيس كرنت لون بهذا الاتجاه، ايش راح يصير عندي؟ طبيعة الترانزستور حسب هاي الهاي فولتج راح يبدا فيك كوليكتر كرنت يمر من هون، العلاقة بين كوليكتر كرنت والبيس كرنت ايش راح يحددها؟ بيتا او الاتش اف اي بين هذول الاثنين، اذا هون راح يبدا يمر عندي كرنت اي كوليكتر كرنت هون اكبر من البيس كرنت في مقدار معين مثلا 100 150 حسب نوع الترانزستور حسب الداتا شيت تبعته. طيب اذا مر الان كرنت هون راح نسميه اي سي 2 اللي هون. هذا الكوريكتر كرنت شو راح يكون كمان هو بالنسبه للترانزستور الاول؟ بيس كرنت. اذا مر هون هذا راح يصير عندي هون كانه في بيس كرنت، اذا هذا بيساوي اي بي 2. اذا لما صار في عندي هلا اي بي 2 شو راح يصير في هذا الترانزستور اللي هو بي ام بي؟ اذا مررت انا في بيس كرنت ايش راح يصير فيه؟ راح يبدا يمر في كوريكتر كرنت اي سي 1، هذا اي بي 1، هذا اي بيس 1. اي بيس 1 هون مضروب في اتش اف اي راح يعطيني اي سي 1، بس اي سي 1 اللي مر هون ايش هو نفسه راح يصير؟ بيس للثاني الارقام اي بي 2 راح يصير في عندي اي بي 2. طب لما هذا اي بي 2 كبر مش هيك عن القيمه الاصليه تبعته شو راح يعمل اي بي 2 الان؟ راح يزيد قيمه اي سي 2. طب اي سي 2 لما كبر شو راح يزيد قيمه؟ اي بي 1. اي بي 1 راح يزيد قيمه اي سي 1. ايش هاي العمليه بنسميها؟ ايش عماله بقوي برد بقوي برد برجع في اللوب مره ثانيه نوع من الامبليفيكيشن. بس كمان ممكن اعب الكنترول بفكره الكنترول شو بنسميه هذا؟ بوزيتيف فيدباك. عندي
عمالها بترجع السيجنال بتقوي السيجنال الاصليه، والسيجنال الاصليه بترد بترجع بتقوي السيجنال اللي موجوده هون، فكانه في عندي هون بوزيتيف فيدباك. لما عندي بوزيتيف فيدباك رح يضل الكرنت يزيد وخلص هذا الترانزستور رح يصير هون. فوقتها لو فصلت البيس اللي موجوده هون الكرنت اللي انا كنت حاطه بالبيس، هل بيقدر هو يمشي نفسه بنفسه؟ هو لاتشينج صار. لاتشينج يعني ايش؟ بعملوا له لاتشينج. عارفين ايش يعني لاتشينج؟ something latches يعني شغله بكبسها وبحط عليها لوك وبتركها بتضلها ماسكه في مكان مضبوط، هذا اسمه لاتش. او اخذتوه في دوائر المنطق كمان مش اخذتوه اسمه لاتش، مش لاتش شيء بشغله بشبكه بعمل له اون وبضل ماسك. يعني زي ما بدي اوريلك لا حتى ما بس الريلي عاده اذا شلت عنها الكهرباء راح تطفي مره ثانيه. زي بوش بطن دكتور؟ اه زي بوش بطن مثلا، زي هذول البوش بطن الكبسات اللي بنضبط فيهم، مش انا لما بكبس الكبسه بتضلها ثابته في مكانها كونتاكتر بي ال سي. نعم كونتاكتر بي ال سي تمام الكونتاكتر، بس الكونتاكتر بي ال سي بدك تحط له كونتاكت يمسك هو نفسه بحاله سيلف هولدنج. سيلف هولدنج تمام. اذا فكره اللاتشنج انه هاي الدائره صارت اون بغض النظر الان عن الشيء اللي عملته هون، فيش حاجه اني اعمل شيء من هون. بعد ما وصلته للمرحله هاي مشيته ووصل لقيمه معينه ما في مشكله الا لو فصلت البيس كارنت اللي انا حطيته هون بدايه او الجيت كارنت. هلا هذا رح يصير الجيت كارنت اللي شغلته من هون لانه هو صار عمل لاتش، بشرط انه هذا الكارنت اللي بمر عماله هون هلا صار في كارنت رئيسي اللي هو الكونكتر كارنت هيو هذا هون، او الكارنت اللي ماشي من هون هذا الكارنت بده يكون اكبر من على هذا بنسميه الانود، انود كارنت او اللاتشين كارنت بده يكون اكبر من ايش بنسميه الانود لاتشين كارنت. اذا هذا الكارنت اللي ماشي في هذه الديفايس صار اكبر من قيمه معينه وقتها انا ايش بقدر اعمل؟ خلص وصل مرحله ومسك، عشان ما مسك المرحله هاي خلص بفصل هذه من هون وبضل هو اون. هلا كيف بدي اضغط فيه مره ثانيه؟ تعطيه ما بقدر اعطيه شيء من هون، تعطيه تيار عاكس بدي انزل التيار هذا احد الطرق، بدي انزل التيار هذا تحت الهولدنج كارنت مش اللاتشنج كارنت. في فرق ما بين اللاتشنج والهولدنج. احيانا في اشياء معينه بدي كارنت اعلى حتى اشغلها، بس حتى تطفي بدها كارنت اقل. هذا زي الريلي، زي فكره الريلي، لو في عندي هولدنج كارنت وفي عندي لاتشنج كارنت. اذا حتى اطفي بدي انزل اي اي تصير اقل من الانود هولدنج كارنت. هلا في عندنا داتا شيت بنطلع عليها مثلا، هذا تقريبا بالرينج من 25 ل 80 ملي امبير، هذا تيبيكال فاليو وهذا ماكسيمم فاليو. فلما تروح تشتري هذه الديفايس وتطلع الداتا شيت تبعتها مكتوب في الداتا شيت انه المينيمم الافرج فاليو او تيبيكال فاليو 25 ملي امبير، بس الماكسيمم 80. فحتى تكون انت متاكد واحوط شو بدك تعمل؟ بدك تزيده فوق ال 80 ملي امبير، فبدك تضلك تزيد هذا الكرنت من هون، زيد تخلي البلس على الجيت من هون لحد ما الكرنت اللي ماشي هاي قديش يوصل. اذا وصل 80 ملي امبير او اكثر شو بقدر اعمل الان؟ بقدر افصل اشيل البلس اللي حطيتها هون، هذا الذهاب رح يضل مسكر هذا السويتش. الطريقه حتى اطفيه شو بدي اعمل؟ بدي اخلي الكرنت اللي هون انزل الكرنت اللي ماشي فيه بحيث يصير اقل من الهولدنج كرنت اللي هو بالحاله هاي مثلا للجهاز اللي رح نشوفه من 15 ل 60 ملي امبير. إذا بدي أنزله تحت 15 ملي أمبير حتى أكون مطمئن، نزله تحت 15، إذا الكرنت هون وصل أقل من 15 ملي أمبير هذا رح يطفي. شو رح يطفي يعني؟ إنه كسويتش إيش رح يصير حاله؟ أوف. بنعبر عنه بالأون ستيت، ما إلوش على فكرة هذا غير تو ستيتس، ما فيش ستيتس إن بتوين. مش زي الأمبليفاير لما درستوا الأمبليفاير. الأمبليفاير ممكن يكون مثلا بسحب كرنت اقل او بعمل امبليفيكيشن، هذا هو زي كانه ديجيتال ديفايس او باينري ديفايس، ما فيش له غير تو ستيتس، يا بيكون بالاون ستيت بيكون هذا السويتش كانه مسكر، او بيكون بالاوف ستيت وبكون فاتح اون، ما فيش له تو ستيتس لانه في بوزيتيف فيدباك، يا باخذه للاكستريم وبصير اون والكرنت هون بس محدود باللود كرنت اللي موجود، او بصير اوف وكانه هو اوف بالاوف ستيت وكانه هذا الهالات فاصل. هلا هذول هذا الجهاز كله بنحوله لهذا الجهاز، بصير عندي هذا هو اسمه الانود، هذا اسمه الجيت، وهذا اسمه الكاثود، زي بالانود والكاثود نفس هاي بس بنرمز له هون بالرمز. اوكي لو جيت فكرت بهذول الترانزسترز الاثنين البي ام بي من ايش مكون؟ كم جنكشن في داخله؟ تو جنكشنز ثلاث قطع. اذا
عشان هون راح يكون في عندي الترانزستور اللي هو بي ام بي، راح يكون في عندي بي، راح يكون عندي ان، راح يكون عندي كمان بي. طيب الترانزستور الام بي ان ايش راح يكون فيه؟ ام بي ان، بس راح يكون عندي هون ان هون بي وهون ان. احنا شو وصلنا؟ وصلنا الكوريكتر تبع هذا الترانزستور بمين؟ بالبيز. شو كمان وصلنا؟ وصلنا الكوريكتر تبع هذا فين؟ بالبيز تبعتها. ولاحظوا هذول اصلا هم نفس الماتيريال هذا، فكاني انا هون لما بنيته هاي نفس الماتيريال، وهاي نفس الماتيريال مظبوط، مش بي هي نفس البي. وهاي طلعنا من هون الكيت، وهاي طلعنا من هون كثر، وهاي طلعنا من هون. اذا هو كم جنكشن في داخله؟ هاي واحدة، هاي تنتين، هاي ثلاث، مش هيك؟ يعني هذا بكان يختصر الان ل 3 جنكشنز 4 بيسز، واحدة، تنتين، ثلاثة، أربعة، هون بي، ان، بي، ان، هاي عندي كاثود، هاي عندي انود، وهي عندي كاثود بهذا الاتجاه. فحتى اشغله بدي احط بوزيتيف بلس ما بين الجيت والكاثود وامرر كرنت معين، لازم يكون في كرنت معين من هون، بدي احط بلس بحيث انه يمر كرنت معين. في طبعا ليميتيشن على الماكسيمم كرنت، وفي ليميتيشن على الماكسيمم فولتج اللي بحطه ما بين الجيت والكاثود. حتى بدي استنى لحد ما الكرنت يوصل اي قيمه. ايش القيمه اللي لازم يوصلها الكرنت؟ لازم يوصل اكثر من الانود لاتشي كرنت عشان يصير اون، وبعدين بامكاني اشيلها. اذا بدي ارد اطفيه مره ثانيه بدي انزل هذا الكرنت، بدي اخلي هذا الكرنت ينزل تحت القيمه تبعت الانود هولدنج كرنت بحيث انه يعمل سويتشنج اوف. تفيدنا في هاي الصراحه.